بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم مع حصة جديدة من منهج الدراسات الاجتماعية. طبعا إن شاء الله النهاردة هنخلص مع بعض الوحدة الثالثة أو الوحدة الأولى يعني في التاريخ. تمام، اتكلمنا عن أربع دروس ماضية اللي هي ثورة 23 يوليو 1952، اتكلمنا عن مصر والقضية الفلسطينية، تعرفنا مع بعض على حرب أكتوبر 1973، تعرفنا أيضا على مصر والصراع العربي الإسرائيلي، وشفنا إزاي مصر قدرت أو اتخذت خطوات سريعة نحو إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي. النهاردة نتكلم عن آخر درس من دروس الوحدة، وهو ثورتي 25 يناير و30 يونيو. طبعا في نهاية الدرس يتعرف الطالب على عوامل قيام ثورتي 25 يناير عام 2011 و30 يونيو عام 2013، يتتبع أحداث ثورة 25 يناير وما جرى بها من أحداث، يوضح أحداث ثورة 30 يونيو عام 2013، أخيرا يستخلص الدروس المستفادة من تاريخ الشعوب العربية والشعب المصري بصفة خاصة. نتكلم مع بعض في الدرس دوت عن مجموعة أهداف أساسية أو عوامل رئيسية ذو عوامل قيام ثورة 25 يناير، وأيضا عوامل قيام ثورة 30 يونيو. نتكلم أيضا عن أحداث الثورتين، ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو عام 2013. نبدأ مع بعض. أول حاجة نتكلم مع بعض فيها ثورة 25 يناير عام 2011. طبعا ثورة 25 يناير عام 2011 تعتبر من الثورات الفريدة في التاريخ المصري. ليه بنقول عليها ثورة فريدة من نوعها؟ علشان تختلف هذه الثورة في تشكيلها وفي أحداثها وفي مقدمتها عن غيرها من الثورات التي سبقت، مثل ثورة 1919 1902 وخمسين. ليه بنقول إن الثورة دي ثورة فريدة من نوعها؟ لأن هذه الثورة ساهمت فيها التكنولوجيا بشكل كبير ومتطور، خاصة وسائل التكنولوجيا المتطورة ووسائل الاتصال مثل الشبكة الدولية للمعلومات، الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وغيرها. أيضا كل هذه التكنولوجيا الحديثة ساهمت في اندلاع هذه الثورة لتشمل شتى أنحاء البلاد. طبعا لما نيجي نتعرف على ثورة 25 يناير أو نتكلم عنها، قلنا أن ثورة 25 يناير لم تكن ثورة فريدة، لم تكن وليدة الصدفة أو وليدة هذا التاريخ، بل كانت قد سبقتها العديد والعديد من الحركات الاحتجاجية والتي مهدت للقيام بالثورة. طيب ثورة 25 يناير عام 2011 قلنا كانت ثورة فريدة، لأن اتخذ شباب الثورة من مواقع التواصل الاجتماعي مجال للتجمع والمناداة بالخروج لمظاهرات حاشدة سلمية في يوم 25 يناير عام 2011. اشمعنى 25 يناير؟ لأن هذا اليوم يتصادف مع عيد الشرطة زي ما خدنا مع بعض في الترم الأول، وقلنا ده اللي أدت بريطانيا في قتل عدد كبير من رجال الشرطة في محافظة الإسماعيلية، وبالتالي طبعا علشان هو أجازة وبالتالي يضمن الشباب نزول أعداد كبيرة إلى الميادين وإلى الشوارع للمطالبة بالحقوق الوطنية والمطالبة بالاستقلال والحرية والعدالة الاجتماعية. طيب ماذا دفع الشباب أو إيه هي الأسباب اللي أدت إلى قيام ثورة 25 يناير عام 2011؟ طبعا أي ثورة زي ما خدنا مع بعض بيكون لها أسباب. أولا تدهور الأوضاع الاقتصادية. طب ليه تدهورت الأوضاع الاقتصادية قبل 25 يناير؟ قال لك تدهورت الأوضاع السياسية بسبب اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية. ايه الانفتاح الاقتصادي ده؟ هو تغيير شامل في النظم
والسياسات الاقتصادية أبرز ملامحه التحول عن نظام التخطيط الشامل واستبداله ببرامج سنوية تقوم على تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. طيب مش معنى المستثمرين الأجانب علشان يشجعوا على المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية للدولة من خلال قيام المشروعات الخاصة. ده مفهوم أو مضمون كلمة الانفتاح الاقتصادي. يعني إيه؟ يعني إحنا بدأنا نغير سياستنا ونظامنا الاقتصادي بالسماح بنظم تنموية سنوية. يعني مش خطط منظمة أو بخطط ما طويلة الأجل اللي إحنا بنتم دراستها من قبل الدولة علشان خاطر يحصل عملية تنمية شاملة في البلاد، ولكن بنسمح من خلال الانفتاح الاقتصادي للقطاع الخاص إن يكون ليه أكبر قدر ممكن داخل السوق، وده طبعا بيضر بالاقتصاد المصري لأن طبعا بتسيطر هنا الرأسمالية أو بيسيطر أصحاب رؤوس الأموال على الاقتصاد بشكل كبير. اثنين، التطبيق غير السليم لسياسة القصقصة أو لنظام القصقصة. إزاي التطبيق غير السليم وإيه هي أصلا سياسة القصقصة؟ سياسة القصقصة هي تحويل عملية تحويل القطاعات العامة أو القطاع العام إلى قطاع خاص سواء كان ملكية أو إدارة، وإعطاء دور فعال للقطاع الخاص في الحياة الاقتصادية للمجتمع. يعني هو جزء كمان أصيل من فكرة الانفتاح الاقتصادي. يعني إيه برضو؟ يعني يتم بيع بعض مؤسسات الدولة بأقل من سعرها الحقيقي لصالح فئات معينة من رجال الأعمال، بالتالي دوت بيساعد على ارتفاع الأسعار، وأيضا أدى إلى تجمع آلاف العاملين بعد خروجهم بنظام التقاعد المبكر وانضمامهم لصفوف البطالة من الشباب في وقفات احتجاجية. فإذا سياسة الانفتاح الاقتصادي مع سياسة الخصخصة أضروا باقتصاد الدولة. نرجع كده نربطها شوية بثورة 23 يوليو عام 1952. في ثورة 23 يوليو كان في برضو أسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية. قلنا أسباب اقتصادية تمثلت أن مصر كانت ميدان للحرب، وبالتالي كان ده بيسبب خسائر كبيرة. وأسباب اجتماعية متداخلة مع الاقتصادية شوية من خلال ظهور فكرة الإقطاع. لو أنتم فاكرين الإقطاع، وقلنا إن الإقطاع هو امتلاك فئة صغيرة كل شيء والفئة العظمى لا تمتلك شيء. نفس الفكرة مع ثورة 25 يناير بدأت تظهر سيطرة رجال الأعمال على عدد كبير من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وده كان ليه مردود غير جيد على المجتمع المصري لأني ساعد في ارتفاع أسعار المواد بشكل كبير، ساعد على انتشار البطالة. ليه؟ لما بيتم بيع شركة مثلا حكومية، تمام، لما بيشتري الشركة دي طبعا ده ما بيشتريهاش بعمالها، هو بيشتري المبنى، بيشتري الآلات، تمام، وبالتالي من هنا بيقوم عامل عملية تسريح أو رفض بالمعنى الصحيح للعمال. ليه؟ لأنه هو عايز عمال يكون لديهم القدرة والطاقة على تشجيع فكره الاستثماري، وده بيؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري. ده أول الأسباب. طيب تاني الأسباب هو سوء الأوضاع الاجتماعية. طب إيه سبب سوء الأوضاع الاجتماعية؟ قال لك هو زيادة الفوارق الاجتماعية بين الطبقات. لسه بقول لك من شوية هي فكرة الإقطاع. بدأت رؤوس الأموال بيسيطروا على قطاعات كبيرة من الدولة ومؤسسات كبيرة وهامة داخل الدولة، وخاصة المؤسسات الاقتصادية، فده أدى إلى غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات، وبالتالي بدأنا نرجع تاني لنقطة للخلف اللي هي دعت إليها ثورة 23 يوليو 52، وهي فكرة العدالة الاجتماعية. ثالث الأسباب
تدهور الأحوال الصحية والخدمية والتعليمية، وده كان واضح بشكل كبير، وذلك بهدف وجود طبعا شعب. طبعا ده مش بس من 25 يناير، لا ده احنا بنعمل عليه من او بيتعمل عليه من زمان، وشفنا ده مع وجود الاحتلال البريطاني لما اهمل التعليم وجعله في فئات بسيطه وبمصروفات عاليه. وقلنا لما دخل الاحتلال قلل الانفاق على التعليم والصحه علشان عايز يبقى المجتمع يكون بلا ثقافه وبلا صحه علشان يقدر يتحكم فيه بشكل كبير. ايضا ده كان ظاهر بالنسبه للشباب في ثوره 25 يناير. 4 استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ تولي الرئيس محمد حسني مبارك الحكم في اكتوبر 1981 بعد اغتيال السادات دوليه الرئيس مبارك الحكم، فرض قانون الطوارئ ده لاضافه حاله من الطمانينه للشعب او لاعاده الاستقرار والامن مره اخرى داخل البلاد، ولكن استمر العمل به طوال او في فتره طويله منذ ان تولى الرئيس وتقريبا لحد قيام ثوره 25 يناير 2011. كان السبب الاكبر ويعتبر الاهم في ثوره 25 يناير هو تزوير الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب عام 2010، حيث حصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من المقاعد، وبالتالي خلى المجلس من وجود أي معارضة وطنية تسقط. يعني الحزب الوطني اللي هو مؤيد وداعم للرئيس أصبح هو المتحكم في مجلس النواب أو مجلس الشعب، وبالتالي حصول على 97% يعني أغلبية ساحقة، ده أدى إن مفيش معارضة، وبالتالي بقت أي قرارات يتم أخذها يتم الموافقة عليها، لأن طبعا مفيش معارضة داخل المجلس. وبالتالي من هنا شاف الشباب هذه الأسباب، الدور الاقتصادي والاجتماعي وسوء التعليم والصحة واستمرار العمل، قانون الطوارئ، تزوير الانتخابات، أسباب رئيسية وقوية من أجل المطالبة على مواقع التواصل الاجتماعي بالنزول إلى الميادين العامة في يوم 25 يناير عام 2011. بدأت الأحداث بمظاهرات سلمية، ولكن بدأت تتطور الأحداث سريعاً، حيث نزل الشباب 25 يناير في مظاهرات سلمية وطلبوا في الهتاف المعروف عيش حرية عدالة اجتماعية، واتخذوا من الميادين الرئيسية مثل ميدان التحرير بالقاهرة وغيرها من الميادين الأخرى بالمحافظات الإسكندرية والسويس والمنصورة أماكن للتظاهر، وبدأت بالفعل المظاهرات السلمية، ولكن بدأت الأحداث تتصارع وقوبلت هذه المظاهرات من جانب نواب الشرطة بالعنف، وبدأ يتم التعامل بعنف مع المتظاهرين حتى استمرت الثورة 18 يوم تعبر فيها عن مطالبهم بأشكال وصور مختلفة. حدث خلالها أحداث كثيرة، كان أهم هذه الأحداث التي نشبت منها حدوث اضطراب أمني شديد بعد استعمال القوة من جانب رجال الشرطة ضد المتظاهرين، أدى ذلك إلى رد فعل عنيف من جانب المتظاهرين وغيرهم ممن استولوا على الثورة أو شاركوا في الثورة، وبدأ يحصل اقتحام لأقسام الشرطة وتدميرها وإحراقها واقتحام السجون، مما أدى إلى حدوث انفلات أمني واضطراب أمني شديد داخل البلاد، وبدأت تحصل عمليات الترويع والترهيب والسرقات في المجتمع، وده دفع الشباب للقيام بمظاهرات بتشكيل ما عرف باللجان
الشعبي. بدأت ما طبعا الواحد يخاف على بيته، يخاف على أسرته، يخاف على أهله وعيلته. بدأنا كل شباب في منطقة يشكلوا مع بعض ما عرف باللجان الشعبية في الشوارع والحارات والميادين. ده بغرض إيه أو إيه كان الهدف من هذه اللجان الشعبية؟ الهدف من اللجان الشعبية هو حماية المنشآت والمناطق المحيطة بها، يحمي الممتلكات يعني الخاصة أو العامة من أعمال السرقة والحرق والترويع التي بدأت تشهدها البلاد، إلى أن تم الاستعانة بقوات المسلحة المصرية من أجل حماية وتأمين الممتلكات والمواطنين والحفاظ على أمن المواطنين. وبالتالي عند نزول القوات المسلحة إلى الشوارع التقى والتف الجيش والشعب، وأصبح الجيش والشعب يمثلان إدارة واحدة أو أيدي واحدة من أجل امتصاص غضب الجماهير. وبالتالي كان الجيش هو الضامن الوحيد للثورة من وجهة النظر. ونتيجة لتسارع الأحداث سعى النظام برئاسة محمد حسني مبارك لامتصاص حماس الجماهير الساخطة والغاضبة، سبب ما تم منذ بداية الثورة تحقيق بعض المطالب. قام الرئيس مبارك في إجراء تغييرات منها تفويض صلاحيات رئيس الجمهورية إلى نائب الرئيس وتشكيل حكومة جديدة، عين نائب رئيس له وفوضه في صلاحيات رئيس الجمهورية، يعني زي ما نقول كده اتنازل عن صلاحياته، بل ودعا إلى إنشاء حكومة وطنية جديدة علشان يمتص غضب الجماهير. ولكن رغم حدوث هذه الإجراءات لم يمنع ذلك استمرار المظاهرات وعلو سقف المتظاهرين بالمطالبة بإسقاط رأس النظام ورحيله. وبقى المطلب العام هو رحيل الرئيس محمد حسني مبارك. وفي نهاية الأمر تخلى الرئيس الأسبق عن الرئاسة في 11 فبراير عام 2011، وتسلمت إدارة البلاد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. تخلى الرئيس عن منصبه، سلم إدارة شؤون البلاد لمين؟ للقوات المسلحة. فخرجت ملايين من الجماهير تحتفل بهذا الحدث على اعتبار أنه انتصار لهم وتحقيقا لمطالبهم الرئيسية برحيل رأس النظام. وأثبتت أحداث ووقائع الثورة مدى إصرار الشعب المصري على الاستمرار من أجل تحقيق مطالبه. وكذلك أكدت الأحداث أن الجيش هو قوة مساندة للشعب وليس أداة للنظام لقمع المتظاهرين وإجهاض الثورة كما حدث من رجال الشرطة. وبالتالي ذلك العديد من الأحداث المهمة. وبالتالي بدأت الأحداث تتصارع داخل مصر، وكان نتاج لهذه الثورة 25 يناير أن تم إجراء تعديلات دستورية عام 2012 وإجراء انتخابات رئاسية في عام 2012. بعد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد حصل إيه؟ حصل تعديل للدستور، وحصل أيضا أن قامت انتخابات رئاسية نتج عنها حصول مرشح حزب الحرية والعدالة، أو تولي محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الحكم نتيجة فوزه في انتخابات الرئاسة عام 2011. بدأ من هنا يأمل الشعب في التغيرات، ولكن حدث ما لم يرضى عنه الشعب المصري، وما كان يطالب به من تغيرات في الأوضاع الاقتصادية والسياسية. تمام، ولم تحقق السياسات الجديدة برئاسة محمد مرسي حلول لمشكلات غالبية
الشعب وللدولة المصرية وخاصة العدالة الاجتماعية، واستمر سوء الأوضاع والأحوال الاقتصادية، وده دفع الشباب لإحداث ثورة جديدة في البلاد وهي ثورة 30 يونيو عام 2013، وبدأ الشباب مرة أخرى ينزلوا إلى الميادين من أجل المطالبة في الحرية والعدالة وتحقيق تغيرات اقتصادية تشمل كافة الاتجاهات. ونزل المتظاهرين وبدأوا يجمعوا بعض الرغبات من الشعب المصري على عزل محمد مرسي أو الرئيس محمد مرسي، ومن هنا تدخلت القوات المسلحة نتيجة تطور الأحداث. وبدأوا طبعا القوات المسلحة ليه تدخلت؟ علشان قلنا هي الأداة والضامن للثورة وحفاظا على الأمن العام للدولة. وفي 23 يونيو عام 2013 أصدرت القوات المسلحة بيانا وضحت فيه أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقوات المسلحة تجاه الشعب حتم التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال والفتنة الطائفية. ودعت في هذا البيان إلى إيجاد صيغة تفاهم وتوافق مصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها خلال دخلت بشكل في شيء من الحكمة، ونزلتش وفرضت سيطرتها تاني على البلاد غصب عن حد، لا، أصدرت بيانها وضحت فيه مسؤوليتها وإن مسؤولية الجيش وقيادته بتحتم عليهم الانصياع لرغبات الشعب، وإدت مهلة أسبوع من أجل حل المشكلة وتلبية مطالب الشعب، ولكن رفض الرئيس الأسبق محمد مرسي الموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وكذلك رفضت المعارضة قبول دعوته للحوار. وبالتالي من هنا بدأ الأمر يحتتم في مصر ما بين الرئيس الأسبق محمد مرسي ورجال المعارضة المصرية، فخرجت جموع الشعب في أعداد هائلة للشوارع والميادين مرة أخرى، وبدأت ثورة جديدة عرفت بثورة 30 يونيو 2011 للتعبير عن رأيهم في التغيير. ونتيجة لذلك دخلت القوات المسلحة في 3 يوليو عام 2013 وقامت بعزل محمد مرسي وتسليم السلطة إلى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة وتعديل دستور عام 2012. وبالفعل صدر الدستور الجديد في يناير 2014 وتم عقد انتخابات أو أجريت انتخابات رئاسية، وفاز المرشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في مقعد رئاسة، وبذلك بدأت صفحة جديدة وفترة جديدة في تاريخ مصر يتطلع فيها الشعب لتحقيق طموحاته في تطبيق ديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية وتحقيق الرخاء والازدهار والتقدم في كافة المجالات. ولازالت الأحداث جارية ولازال التقدم والرخاء الذي كان يطالب به الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية يعمل جاهدا الدولة على تحقيقه وتحقيق التوازن بين مجتمع المصري. وبعد ما تعرفنا على ثورتي 25 يناير 30 يونيو 2013 قالوا بينا ناخد جزء من التدريبات على هذا الدرس وما سبقوا من دروس الوحدة. شوف الشباب، السؤال الأول لمن تنسب الأعمال التاريخية الآتية: أسس تنظيم الضباط الأحرار في مصر قبل ثورة يوليو 52. 2- ألقى البيان الأول للثورة يوليو 1952، تنازل عن عرش لابنه الصغير أحمد فؤاد الثاني، عين أول رئيس للجمهورية في مصر. 5- أنشأ الحركة الصهيونية كحركة سياسية. 6- رئيس اللجنة العربية التي قامت بثورة
1936 قدم مبادرة عرفت باسم لواط حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل. 8 قاد خطة الخداع لصرف أنظار إسرائيل عن التجهيزات الهجومية أثناء حرب أكتوبر 1973. 9 دعا إلى عقد مؤتمر كامب ديفيد للتواصل للسلام بين مصر وإسرائيل. 10 رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي تولى سلطة حكم مصر عام 2013. يلا يا شباب نشوف إجاباتكم. دعاء إجابة صحيحة، روان إجابة صحيحة، دعاء برضو على 1 و2 و3، حسين ياسر، تاز، دعاء إجابات صحيحة لحد دلوقتي يا شباب، برافو روان، حسين، دعاء، حبيبة. عايزين الناس تبقى أسرع شوية. دعاء رقم 5 بيقول لك أنشأ الحركة الصهيونية مش أصدر الوعد بإنشاء الوطن القومي. دعاء ركزي في أحمد برضو إجابته صحيحة، تمام يا شباب برافو. أيوة كده أنا عايز الشباب يبقى أسرع، ناخد الأسئلة بترتيبها ونكتب الرقم علشان نبقى عارفين الإجابات بتاعتنا دي إيه. أسس تنظيم الضباط الأحرار، قلنا دعا إلى تنظيم الضباط الأحرار، كان تنظيم الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر، وهو تنظيم سري من أجل المطالبة بقيام بثورة 1952. وقلنا التنظيم ده كان داخل الجيش، وقلنا أيضا كان منضم ليه مجموعة وطنية من خارج الجيش، وكان ذلك المحبين للوطن ومن أجل المدافعة عن الوطن. بالتالي لعب التنظيم ده دور مهم في ثورة 23 يوليو 52. ألقى البيان الأول للثورة كان محمد أنور السادات، وقلنا تم إذاعته باسم اللواء محمد نجيب. وحدد البيان الأول للثورة مطالبه من الملك فاروق بأن يتنازل عن العرش الأصغر أبنائه وهو أحمد فؤاد الثاني. 2 أن يغادر الملك فاروق البلاد في موعد أقصاه الساعة 6 من يوم 26 يوليو 1952. ونتيجة لهذا البيان التف جموع الشعب حول محمد نجيب، واضطر الملك فاروق أن يوافق على مطالب البيان وتنازل عن العرش وخرج في البلاد قبل الموعد المحدد. وقلنا لأنه أدرك أن الشعب والجيش يكرهان حكمه وأن إنجلترا كمان تخلت عنه، تنازل عن العرش. قلنا ده الملك فاروق عين أول رئيس للجمهورية، طبعا بعد إلغاء الملكية تم تعيين محمد نجيب لأول رئيس للجمهورية، ولكن أول رئيس منتخب من قبل الشعب كان جمال عبد الناصر. في حد معانا كاتب اسمه المجهول، إجابته برضه صحيحة. بعد كده عندنا أنشأ الحركة الصهيونية كحركة سياسية، قلنا دعا هرتزل سيودور هرتزل لنشأة الحركة الصهيونية سنة 1860، وده اللي أيدت وأيدها بريطانيا في عام 1917 عندما التقت المصالح اليهودية مع إنجلترا في فلسطين، وذلك أصدرت بريطانيا وعد بلفور من أجل إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وقلنا بقى تم تنفيذ الوعد ده إزاي، من خلال انتداب بريطانيا على فلسطين بعد مؤتمر سان ريمون 1920، وبموجبه بدأت بريطانيا تسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين بأعداد كبيرة، أيضا السماح بانتقال ملكية الأراضي من عرب فلسطين إلى اليهود عن طريق الشراء. وبدأت بعد كده الحركات الوطنية والثورية ضد المحتل أو ضد اليهود. وكانت أهم حركة هي السؤال السادس، رئيس اللجنة العربية التي قامت بثورة عام 1936 الحاج أمين الحسيني، ذلك من أجل المطالبة برحيل اليهود وعدم استمرارهم في البلاد. أيضا قدم مبادرة عرفت باسم الوقف حرب الاستنزاف، كان روجرز وزير خارجية الولايات المتحدة، وده قلنا لإنهاء النزاع وحل النزاع بالطرق السلمية. قلنا مصر قبلت وإسرائيل رفضت، وهو ما أدى إلى إعلان حرب أكتوبر 73.
قدم 9 قاد خطة الخداع. قلنا قاد خطة الخداع لصرف أنظار الجيش الإسرائيلي عن التجهيزات المشير أحمد إسماعيل، وكان له دور كبير في حرب أكتوبر 1973. وقلنا حصل على أعلى الأوسمة وهو وسام نجمة سينا تقديرا لدوره العظيم في حرب أكتوبر. دعا إلى عقد مؤتمر كامب ديفيد والرئيس الأمريكي جيمي كارتر، وده من أجل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وحل النزاع بالطرق السلمية. ومن خلال الاجتماع تم الوصول إلى بنود واتفاقية معاهدة سلام. رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي تولى سلطة الحكم في مصر عام 2013 هو المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة العليا الدستورية. بما تفسر تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل ثورة 25 يناير 2011. 2. بما تفسر تشكيل اللجان الشعبية أو تشكيل الشعب المصري ما عرف باللجان الشعبية. 3. بما تفسر تعد الانتخابات البرلمانية عام 2010 مخالفة لإرادة الشعب المصري. 4. حصول المشير أحمد إسماعيل على وسام نجم سينا وهو أعلى الأوسمة العسكرية. يلا يا شباب نشوف جواب بما تفسر. يلا، بما تفسر تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل ثورة 25 يناير 2011. الشباب فين إجاباتكم؟ يلا، قلنا تدهورت الأوضاع في مصر قبل 25 يناير بسبب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي أو الخصخصة، وأيضا ده أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر وارتفاع الأسعار، وقلنا خروج أعداد كبيرة إلى صفوف البطالة. 2. تشكيل الشعب المصري ما عرف باللجان الشعبية، قلنا ده بسبب حدوث الانفلات الأمني ومن أجل حماية الممتلكات العامة والخاصة. قلنا أيضا تعد الانتخابات البرلمانية عام 2010 مخالفة لإرادة الشعب المصري بسبب تزوير الانتخابات وحصول الحزب الوطني على 97% من المقاعد، وبالتالي خلو المجلس من أي معارضة تذكر وطنية. أما حصول المشير أحمد إسماعيل على وسام نجمة سينا، قلنا لأنه قاد خطة الخداع لصرف أنظار العدو عن التجهيزات ودوره العظيم في تجهيز الجيش المصري أثناء حرب أكتوبر 1973. السؤال التالي، ما النتائج المترتبة على عدوان 5 يونيو 1967 على الجبهة المصرية؟ 2. ما نتائج حرب الاستنزاف 1969-1970؟ 3. ما النتائج المترتبة على الضربة الجوية الناجحة التي قام بها سلاح الطيران المصري في حرب أكتوبر 73؟ 4. ما نتيجة تقديم أمريكا معلومات عسكرية لإسرائيل أثناء حرب أكتوبر؟ 5. ما نتائج توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979؟ 6. ما نتيجة عقد اتفاقية أوسلو عام 1993؟ 7. ما نتائج تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر؟ قلنا أول سؤال بيقول ما نتيجة عدوان 5 يونيو 1967 على الجبهة المصرية؟ قلنا ترتب على ذلك أيضا احتلال إسرائيل لسيناء وقطاع غزة والضفة الغربية لنهر الأردن، وقلنا ده كان على الجبهة المصرية احتلال إسرائيل لإيه؟ لسيناء وقطاع غزة اللي كان تحت الإدارة المصرية. حرب الاستنزاف 69-70 كان نتيجتها أو ترتب عليها أن أدى ذلك إلى نجاح مصر في إقامة حائط الصواريخ المضاد للطائرات لمنع عبور الطائرات الإسرائيلية للأجواء المصرية. قلنا ترتب عليه أيضا قيام مصر بضرب خط بارليف والقصف المستمر لخط بارليف مما أدى إلى إنهاك قوة العدو وتقديم روجرز مبادرة لوقف إطلاق النيران. تمام. طيب بعد ذلك عندنا أيضا الضربة الجوية الناجحة التي قامت بها سلاح الطيران. قلنا الضربة الجوية
في سلاح الطيران كانت سببا من الأسباب التي أدت إلى إحداث خسائر في صفوف العدو الإسرائيلي، وقلنا أدت لانتشار هذه الضربة إلى عبور ونجاح القوات المصرية في إنشاء تدمير خط بارليف وإنشاء معبر للدبابات والمدرعات والآليات العسكرية بمختلف أنواعها، وعبور الدبابات إلى الضفة الشرقية ورفع العلم المصري، وأسر مئات من الإسرائيليين وتحطيم أعداد كبيرة من المطارات الطائرات والمعدات العسكرية، وبالتالي سيطرة الجيش المصري أو سطر الجيش المصري بذلك أعظم انتصاراته برا وبحرا وجوا من خلال الضربة الجوية التي أحدثت ارتباك لصفوف العدو الإسرائيلي. تقديم أمريكا معلومات عسكرية لإسرائيل أثناء حرب أكتوبر أدى إلى نجاح إسرائيل في إحداث ثغرة الدرب أسوار بين الجيش الثاني والثالث بمنطقة السويس والإسماعيلية. أيضا ما نتيجة توقيع معاهدة السلام؟ قلنا نتج عن معاهدة السلام رفع العلم المصري على سيناء ما عدا منطقة طابة بسبب الاختلاف على بعض نقاط الحدود، وبالتالي لجوا مصر إلى التحكيم بعد استرداد سيناء في 25 إبريل 1982 إلى أن صدر الحكم باسترداد طابة، وبذلك استردت مصر سيناء بالكامل نهائيا في مارس 1989. أما ما نتائج معاهدة أوسلو 1993، قلنا ده أدى إلى إنشاء حكومة ذاتية للشعب الفلسطيني في قطاعي غزة والضفة الغربية، التطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط، قلنا مع تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي أدى لتدهور أوضاع الاقتصادية مع أيضا سياسة الخصخصة، وذلك أدى كله إلى حدوث بعض التدهور الاقتصادي في مصر. طبعا بكده تكون قصتنا النهاردة انتهت مع أسئلة ما النتائج. هنحاول الفترة الجاية بقى، هيبقى لنا طبعا الشباب عايز أنبهكم بس الحاجة، الوحدة الثانية في الجغرافيا تحديدا اللي هي الدول النامية والدول المتقدمة، طبعا مش كلنا بندرس نفس الدول، كل محافظة لها ثلاث دول. طبعا عليكم انتوا الرجوع لمدرستكم تمام، وسؤال مدرس كل طالب حسب محافظته عن الدول اللي احنا او الدول المقررة على محافظته تمام، والتأكد منها. احنا طبعا هنشرح خمس دول، وكل طالب عنده ثلاث دول هيهتم بالثلاث دول اللي مقررين على المحافظة اللي هو منها، علشان خاطر طبعا في ناس هتيجي بتحضر الحصة هتلاقي ان مثلا بنشرح الهند، هيقول لك يا استاذ ده ما احنا ما عندناش الهند، انت عليك اكيد دولة تانية من الدول، هما انت ليك ثلاثة، هتاخد من الثلاثة ممكن دولتين من الدول النامية زي الهند او نيجيريا او البرازيل، وفي عندنا دولتين متقدمتين زي المانيا والولايات المتحدة. فكل واحد برضو علشان خاطر ما يجيش حد يسألني يا مستر طب احنا مقرر علينا ايه في الشرقية، زي بسملة كده بتقول الشرقية تقريبا عندها نيجيريا الولايات المتحدة والهند على ما اتذكر يعني، بس طبعا الافضل تتأكد من المعلومة من مدرستك ومن مدرسك داخل مدرستك، علشان خاطر الجيزة عندنا نيجيريا والبرازيل والمانيا، ده في الجيزة تمام، وبالتالي كل واحد يتأكد من ثلاث دول. فاضل لنا ان شاء الله مع بعض دول النامية والمتقدمة الوحدة الثانية، وفاضل لنا مع بعض درسين في التاريخ هنلتقي فيهم ان شاء الله الفترة الجاية، ونقدر ان احنا نحاول نخلص بدري بإذن الله، ويبقى في وقت كافي بإذن الله للمراجعات. في النهاية بشكركم، أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله نلتقي على خير يوم الأربعاء القادم مع أول دروس الوحدة الثانية وهي دولة الهند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.